السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قلنا نغير ونعمل حاجة حلوة كده بمناسبة دخول الشتاء علينا، ونعمل كيكة الموز بالكراميل. حلوة حلوة جدا جدا، هتاكلوها هتعجبكم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نقطعها كده. بصوا ما شاء الله، بصوا يا جماعة ما شاء الله نفشة ازاي. بصوا بصوا الكيك معايا عامل ازاي. بصوا الكيك ما شاء الله نافش بشكل مش معقول، ما شاء الله، ولا كتم معايا ولا اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، مش ممكن الكيك اكنه كيك اسفنجي. لا روعة 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 بجد. لا طعم الموز حلو قوي فيها بجد، كيكة ممتازة. لا يعني هو انا كده هكمل اكل فيها بقى واخلصها ولا ايه؟ ان شاء الله تمشوا على الخطوات وان شاء الله يطلع معاكم كيك ناجح جدا وجميل جدا. يلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. أول حاجة عشان نعمل الكراميل عندنا كوباية سكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وعليها ربع كوباية مي. بسم الله، وما نقلبهمش ونسيبهم خالص لحد ما يبقوا كراميل على نار هادية. ادي الكراميل للسكر، بصوا لو تلاحظوا اهو معانا، انا لحد دلوقتي ما قلبتوش ولا حطيت فيه معلقة. بصوا بيبتدي ياخد لون غامق معايا اهو، ابتدي بقى اقلبه كده بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، واحاول ما اجيبش على جدران الطاسة بتاعتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ياخد كل اللون كله يبقى لون متساوي معايا. لحد ما يوصل لدرجة اللون اللي احنا محتاجينها. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما الكراميل بتاعنا خد اللون الذهبي الغامق ده اللي احنا شايفينه كده، عندنا زبدة، مكعب زبدة صغير او معلقة ما يقارب معلقة كبيرة زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما بتسيح الزبدة بتاعتنا كلها كده، كده الكراميل بتاعنا بقى جاهز بتاعتنا اهي، دهنينها زبدة، هننزل عليها الكراميل اللي احنا عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحاول نوزعه في الصينية كويس كده. المرحلة دي هنقطع الموز، عندنا موز. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقطعه حلقات
ونرص معانا على الكراميل بتاعنا بالشكل ده. لحد ما نملأ الصينية كلها بالموز. نقدر خليط الكيك بتاعنا، عندنا أربع بيضات، عندنا فانيليا سايلة، ونضربهم كويس بالمضرب. بعد ما قوام البيض معانا بقى بالشكل ده، عندنا كوباية سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضربهم كويس مع بعض. دلوقتي عندنا نص كوباية زيت نباتي عباد شمس، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنضربه كويس. بعد ما بنضرب الخليط بتاعنا كله مع الزيت، عندنا 30 جرام زبدة، وبرضو نضربهم. دلوقتي عندنا 3 كوبايات دقيق بتاع كيك، نخلينه كويس، هنحط بقى واحدة واحدة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، على الخليط بتاعنا ونضرب. لازم يبقى منخول ولازم يبقى دقيق كيك. دلوقتي بعد ما حطينا نص الدقيق بتاعنا، عندنا انا بستعمل كيك شيف، او يعني تبقى حاجة فيها محسن كيك، تمام، هنحطه باكو كامل، وهنديله ضربة كده. نتأكد ان كله داب معايا بالكامل. دلوقتي بقى عندنا السوائل بتاعتنا، عندنا كوباية لبن، ادي كوباية لبن ضرباها مع 2 صباع موز، تمام، وهنحط بقى واحدة واحدة برضو، بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل كده. الكوباية المج اللي انا معايرة بيه اللبن، هو اللي انا معايرة بيه السكر، هو اللي انا معايرة بيه الدقيق، تمام. هنكمل باقي الدقيق. بعد ما خلصنا الدقيق اللي عندنا كله، طبعا القوام بتاعنا تقل، هنكمل بباقي العصير بتاعنا واحدة واحدة لحد ما القوام بتاعنا يتظبط. المراحل
بتاعة الدقيق والسوائل مهمة جدا. تمام كده الخليط بتاعي جاهز كده، ما شاء الله القوام بتاعي مظبوط على المقادير كلها اللي احنا زي ما قلنا، كوباية اللبن وصباعين الموز. انا هكتب لكم برضو المقادير كلها مظبوطة في صندوق الوصف. تمام كده بقى جاهز. طبعا في حاجة مهمة احنا نسينا نقول عليها، قبل ما اشتغل في خليط الكيك بشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، صينية مية على فقاعر الفرن، وفي الرف الكيكة تبقى في الرف الوسطاني. تمام كده كده جاهزة معانا اهي، يلا بينا نشوف هنحطها في الصينية بتاعتنا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي نحط بقى الخليط بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، وبنديله بس كده يعني خبطة خفيفة كده. دلوقتي هو جاهز ان احنا ندخله الفرن. بعد ما طلعنا الكيكة بتاعتنا من الفرن قعدناها من ساعة الا ربع ساعة على حسب طبعا سخونية الفرن، بنختبر سواها بان احنا بنحط كده، لما تطلع نظيفة كده ما فيهاش اي حاجة يبقى الكيكة بتاعتنا استوت وكويسه جدا. هنسيبها ما نجيش جنبها لحد ما تبرد خالص. تمام ان شاء الله تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه وبيتفرج علينا لاول مره بسرعه يشترك في القناه عشان لسه فيه وصفات كتيره مع الشيف بطوطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.